يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوسيلة هي الفردوس أو هي درجة أعلى في الجنة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قصر في الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أو منزلة في الجنة، منزلة في الجنة، ما حاجة نقول هي الفردوس أو غير الفردوس، هي منزلة في الجنة خلاص. نعم.